استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للجهود البارزة التي تقوم بها الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين في تنفيذ البرامج الهادفة إلى تهيئة الشباب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مبينا سموه إلى أن العمل الدؤوب الذي تقوم به إنجاز البحرين محل تقدير واعتزاز في منح فرص التدريب والعمل للعديد من الشباب البحريني، والذي أصبح اليوم مهيأ ومكسب للعديد من الأعمال. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مؤسسة إنجاز البحرين ساهمت بشكل كبير بكسب المزيد من الخبرات الإدارية والفنية للعديد من الشباب البحريني وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم، مشيدا سموه بالدور البارز الذي تقوم به الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة، ومبينا سموه إلى أن هذه الجهود المتميزة ستحقق العديد من الأهداف الرامية إلى تهيئة الشباب البحريني للدخول في سوق العمل وتزويدهم بالمهارات والأدوات التي تساهم في غرس روح ريادة الأعمال لديهم، مشيدا سموه في ذات الوقت بجهود أعضاء مجلس إدارة إنجاز البحرين وبحرصهم على توفير البيئة المناسبة للشباب البحريني. من جانبها قدمت الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم سموه المتواصل لإنجاز البحرين وحرص سموه على المتابعة المستمرة لتحقيق أهداف إنجاز البحرين في تهيئة الأجواء المثالية للشباب البحريني، ومؤكدة أن دعم سموه سيساهم في تحقيق الأثر الإيجابي على شباب البحرين من خلال توفير المهارات لتعزيز جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، ومقدمة كل الشكر لسموه على الدعم المستمر.